بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمود سعد. النهاردة بس حبيت أعمل لكم محاضرة تعريفية كده عن برنامج الديناميك إكس 2012 R3، علشان في ناس كتيرة لسه ما تعرفش إيه هو البرنامج دوت، وإيه مدى أهميته، وإيه مدى الاستفادة منه. وأنا طبعا النهاردة واجه كلامي للناس اللي معانا في مجال الاي تي، أو الناس اللي هي حابة لسه تخش المجال، فعلشان أساعدهم بنصيحة من واقع خبرة عملية في المجال بتاع الاي تي، في ان هم يختاروا الاستكمال، الطريقة اللي يستكملوا بيها الكارير بتاعهم او الشغل بتاعهم في الكارير بتاع الاي تي. فنبدأ بسم الله كده مع بعض. الاول بس يعني احب اعرفكم بنفسي اكتر. انا الحمد لله عندي خبرة في مجال الاي تي ما يقرب من 17 سنة، شغال اي تي كونسلتنت في اكثر من شركة، وحاصل بفضل على الشهادات الموجودة امام حضراتكم، ودي الكونتاكس بتاعتي للي عنده اي تساؤل بعد ما يسمع المحاضرة. النهاردة المحاضرة بتاعتي او المحاضرة بتاعتي موجهة للناس اللي موجودة اسماء الجوب تايتلز بتاعتهم، علشان نبقى بس فاهمين مين اللي ممكن يستفيد من الكلام بتاعنا النهاردة. اي حد شغال في المجال بتاع الاي تي تكنيكال، بدءا من الهيلب ديسك والتكنيكال سبورت الى الاي تي مانجرز، بالاخص الناس اللي هي عندها شعور بعدم الرضا من تواجدها او عملها في مجال الاي تي، وحاسة ان هي واقفة في مفترق طرق، مش عارفة تكمل في الكارير ده ولا لا. فانا بس حبيت النهاردة اعمل المحاضرة دي علشان مخصوص للناس ديت، علشان نبدأ نفتح مع بعض قرار في اعادة التفكير في وجودنا في الكارير بتاع الاي تي بصورة او باخرى. هبدأ بس كلامي في توضيح الناس اللي شغالة في مجال الاي تي عموما هيبقوا مسماهم ايه. احنا عارفين ان اي حد ليه علاقة بكلمة الاي تي فيلد لازم يبقى مندرج تحت حاجة من الاربعة اللي امامنا دول، اما ان هو يبقى شغال كتكنيكال سبورت وسيكوريتي باث، خد الاتجاه دوت، ودول بقى الناس اللي هم بتوع سيسكو ومايكروسوفت ومجال سيكوريتي سواء سيرفر ادمنستريشن والكلام دوت، فدول الباث بتاع التكنيكال، او ان هم ناس شغالين في الديفلوبينج والبروجرامينج، دول بقى ناس بتوع الدوت نت والسي شارب و والجرافيكس والديزاينر، برضو هم ملحقين معانا بمجال الاي تي في شركات كتيره. والجزء الرابع او القسم الرابع هم الناس بتوع الاي ار بي فيلد، وده اللي انا عايز افوكس عليه النهارده في الكلام معاكم، ان احنا نفهم ايه هو الار بي سيستم. ناس كتيره ما تفهمش ايه معنى كلمه اي ار بي اصلا. الاي ار بي ببساطه هو عباره عن برنامج بيكفر عمل كل الادارات المختلفه عندك في الشركه، يعني هو المظله اللي من خلالها او تحتيها بيتم تحويل شغل الادارات بتاع الشركات، الادارات المختلفه سواء اداره الاتش ار او اداره الفاينانس او اداره المشتريات، إدارة الاي تي، إدارة السيلز، تحويل عمل كل هذه الإدارات إلى صورة كمبيوترايزد، بحيث إن احنا نوصل للليفل بتاع البيبرليس، يبقى مفيش عندي أي استخدامات ورقية كمستندات أو كتعاملات أو مراسلات بين أبناء الإدارات المختلفة. فعشان أقدر أوصل للمرحلة دي فأنا لازم أعتمد على برنامج من خلاله بقدر أسستم شغل الإدارات المختلفة عندي. البرنامج دوت بيتسمى الاي ار بي. يبقى الاي ار بي سيستم ببساطه هو برنامج بيكفر العمل الاداري والفني للشركات او الادارات المختلفه في اي شركه، تمام. اول حاجه تفهمها برضو انت بتتعامل مع او بتبدا تدخل في مجال الاي ار بي، بعد ما عرفت ايه وتعرف الاي ار بي، تبقى انت فاهم التصنيفات بتاعه الاي ار بي سيستمز. البرامج بتاعت الاي ار بي سيستم بيبقى فيه منها ناشونال، محلي الصنع، يعني عملت شركه سوفت وير هاوس في البلد اللي انت فيها، فده هتلاقي مدى حدود شهرته او قدرته او معرفته بين
الناس اللي شغاله في مجال الاي تي يدوب في حدود البلد اللي انت فيها، وده ما انصحكش وانت بتبدأ تفكر تعمل شيفت كارير انك تنتقل اليه، علشان مش هيبقى ذات اهمية قوي ولا ذات نفع. فهتلاقي معظم الناس اللي بتفهمه وتتعامل معاه هم الناس اللي في حدود البلد بتاعتك، وبالتالي لو مثلا سافرت بره البلد دي تدور على فرصة عمل او كده مش هتلاقيه منتشر، وهتلاقي نفسك محتاج تتعرف على برامج اي ار بي سيستمز اخرى موجودة في البلد اللي انت هتسافر لها، لو انت بتدور على فرصة عمل خارج نطاق بلدك او هجرة او كده، فانت هتلاقي نفسك بتبدأ تحتاج تتعرف على برامج اخرى. فعشان كده بقول لك يفضل طالما انت هتاخد القرار بانك تعمل شيفت كارير انك تنقل على اي ار بي سيستم انترناشونال دولي، علشان يقدر يكون الانكم وراه كويس ويحقق الطموح اللي انت كنت تعمل ايدي. تمام. الاي ار بي سيستم الانترناشونال ديت اللي هي الدوليه اللي صنعتها شركات دوليه لها ثقلها، هما تصنيفاتهم في العالم عباره عن ثلاث برامج. اول برنامج هو الساب، ده المتربع على قمه الاي ار بي سيستمز اللي موجوده في العالم من حيث القوه والانتشار والسبورت بتاعه وكده. تمام. ويليه تماما في المرتبه وتكاد تكون منافسه بينهم شديده الديناميك اي اكس اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. تمام. وبعدين المرتبه الثالثه هي شركه اوراكل بالبرنامج بتاعها اللي اسمه الاي بزنس سويت، ده برنامج صنعته شركه مايكروسوفت شركه اوراكل علشان يقدر يغطي احتياجات الشركات بالتصور اللي احنا قلنا عليه بتاع الاي ار بي سيستم. تمام. فالثلاث برامج دول هم اللي بينهم بعض في منافسه جديده في السوق. القوه المنافسه مشتده جدا ما بين الساب والاكزابتا اللي صنعته مايكروسوفت، هو ده اللي احنا هنفوكس عليه النهارده اللي هو برنامج الاكزابتا. يبقى احنا كده عرفنا ان الناس بتوع الاي تي الكارير بتاع الاي تي كله اما ان هم ناس تكنيكال زي معظم اللي يسمعوني دلوقتي واخدين المجال بتاع النيتورك ادمنستريشن، وسواء بقى بكونسبت مايكروسوفت او كونسبت سيسكو او ناس بتوع سكيورتي و تمام. ودول في النهايه انا بوجه لهم كلام النهارده، علشان لو انت حاسس ان الكارير انت فيه وصلت فيه المرحله بان انت عمالي تؤدي مجهود كبير جدا وزي ما بيقولوا كده مطحون في التاسكات اللي بتطلب منك، ومش قادر تواكب الريتم السريع بتاع اصدار الاديشنز بتاعه الاوبريتنج سيستمز والتكنولوجيا الجديده وكده، ومع ذلك مع كل هذه الطحنه اللي انت فيها الانكم اللي بيجي لك من ورا الشغل بتاعك اللي انت فيه حاليا ما هواش اللي انت كنت تطمح انك تجده وتراه كانكم يعني. فعشان كده انا بوجه ليك كلام النهارده انك تبدا تحط نقطه مراجعه للكارير بتاعك وتاخد القرار الحاسم قبل فوات الاوان انك تنتقل الى الاي ار بي سيستم لما لهم مميزات هنتكلم عليها في الدقائق القادمه ديت. وانا بفوكس فعليا معاك في الكلام تاني على الاكزابتا على الاي اكس يعني اللي هو كان مسمى زمان اكزابتا على الاي اكس 2012 ار 3. تمام. علشان يعني ادعوك ان انت تاخد فكرة عن هذا البرنامج وتبدأ تاخد القرار في مدى ملائمته ليك في طموحاتك وهكذا اللي انت كنت بتأملها في برنامج في مجال الاي تي. برنامج الاكس ببساطة دي الهيستوري بتاعته، طلع سنة كام يعني لمحة كده تاريخية عن الاصدار بتاعه اللي تم. يهمني في اللمحة ديت اخر اربع نقط اللي هو في 2011 اخر ثلاث نقط. في 2011 تم اصدار البرنامج في نسخته 2012، دلوقتي بقى في منها ريليس 3. وفي 2016 وفي 2017 تم نقل البرنامج كليه الى الكلاود طبقا لما هو معروف لشركه مايكروسوفت وغيرها من الشركات الدوليه ان هي بتنقل الشغل بتاعها والتكنولوجيز على الكلاود علشان الدنيا كلها تبقى مع الكونسيبت بتاع الكلاود والفيرشواليزيشن وكده يعني. تمام. لكن ستيل النسخه بتاعت الاون بريمس اللي هي الاي اكس 2012 ار 3 ستيل الى الان شغاله ومؤديه وفعاله جدا على شركات كتيره جدا. تمام. وحتى الناس اللي هتنتقل الى الديناميك هم برضو ناقلين شغلهم بيزد اون على الكونسيبت اللي اتعلموها وفهموها في الشغل بتاع الاون بريمس، فبالتالي
الدنيا لسه يعني هتظل بصوره جيده جدا مع الناس اللي شغالين بريمس في نقلتهم الى الكلاود زي ما هنوضح دلوقتي حالا. برنامج الاكس الناس اللي هتشتغل معاه او هتتعامل بيه هيبقوا واحد من الخمسه اللي هم قدام منك دول، اما ان انت هتبقى شغال على اكس كبروجكت مانجر او كبري سيلز عشان تبقى تسوق البرنامج يعني وتبدا تقنع الناس بشرائه، او هتشتغل ديفلوبر وده يعني حد عالي قوي في التاسكات بتاعته والراتب بتاعه، وبدون مبالغه الرواتب بتاعه الناس الديفلوبرز في الاكس قد تتعدى 25,000 جنيه مصري، انا بضرب المثال بالجنيه المصري، وتقدر تقارن انت بعد كده بعمله دولتك لو انت حد يعني بيسمعني مش مصري كده، فيعني بما يقارب تقريبا يعني حوالي مثلا 2500 دولار في الشهر، فهو بالنسبه لدول زي مصر وكده وغيرها من الوضع يعني الاقتصادي مشابه ليها فهو مبلغ مش قليل. فالديفلوبرز يعني عايز اقول في النهايه ان الديفلوبرز اللي شغالين في الديفلوبرز على اكس رواتبهم عاليه جدا، لكن هم فرص شغلهم قليله لان محدش بيقدر يتحمل مرتباتهم كتير، وبالتالي هم ممكن يكون شغلهم بالتاسكس كده اون كول كفري لانسر، يعني بيبقى حد يحتاجه في تاسك معينه ويبدا ياخد المقابل بتاعها، فدول الناس الديفلوبر. اما الناس اللي بعد كده اللي هم الابلكيشن كونسلتنت اللي هم الفانكشناليتي، دول ناس عارفين مديول او اكثر داخل البرنامج بتاع الاكزابتا، لان برنامج الاكزابتا زيه زي كل برامج الاي ار بي سيستم هو عباره عن برنامج كبير تحتيه مجموعه من البرامج الصغيره اللي بتبدا يعني ايه تتعامل معاها، تمام. فلو تخيلنا مثلا كده ده برنامج الاي ار بي سيستم بتاعنا بتاع الاي اكس، فهيكون عندي كده جوه في برنامج تاني مندرج جواه مثلا خاص باداره الفاينانس، تمام. دي مش فاينانس خالص معلش. ومثلا برنامج تاني صغير مندرج برضو تحتيه كده للناس بتاع شغل الاتش ار، وبرنامج تالي كده للسيلز مثلا، تمام، وهكذا بقى، وبرنامج رابع خاص مثلا بالريتيل مثلا الناس اللي شغاله في الريتيل، وهكذا بقى. ده كده ببساطه هو فكره البرنامج دي ار بي سيستم، ان هو برنامج كبير كمظلة كده كبيرة وبتحوي في داخلها مجموعة من البرامج الجزئية داخل هذا البرنامج الكبير. فالناس اللي هم بتوع الفانكشناليتي دول ناس تخصصوا في برنامج من دول، يبقى في حد فانكشن في مديول البرنامج الداخلي الجزئي دوت، احنا بنسميه مديول، في مديول الفاينانس مثلا فده يبقى اسمه فانكشنال في مديول الفاينانس، ده فانكشنال في فانكشناليتي في مديول الاتش ار، ده فانكشنال في مديول السيلز، وهكذا، تمام. فده هو النوع الرابع اللي ممكن يكون مندرج تحت انواع الناس اللي هتبقى مرتبطة في شغلها بالاكزابتا. اما النوع الخامس وده اللي جاي بفوكس معاك في الكلام عنه النهاردة اكثر، هما الناس التكنيكال. الناس التكنيكال دول دورهم ببساطة هما يكونوا مسؤولين عن تسطيب البرنامج نفسه بكل جزئياته، تمام، بالبريكوزيت بتاعته، بالمينتيننس بتاعته بعد كده سواء بالاخذ الباك اب في الداتا بيز، استخراج بعض الريبورت البسيطه معاه من البرنامج من خلال اس ار اس وكده، هنفهم يعني ان شاء الله في خلال الكورس اللي ربنا ان شاء الله يعني يكتب نصيب ياخد الكورس سواء معايا او مع غيري، يعني هيفهم ايه الاس ار اس وكده. ففي النهايه الناس التكنيكال اللي هو النوع الخامس دولت هم ناس هيبقوا شغالين على الجزئيه ديت كتكنيكال سبورت في البرنامج، وبالتالي انت دلوقتي لو حد تكنيكال كنتورك ادمنستريتور او اي تي مانجر او فلما تبدا تشيفت على العالم بتاع الاي ار بي سيستم من خلال برنامج الاكس 2012 اس 3 فهتلاقي الدنيا قريبه قوي منك في التعامل بتاعك يعني. والناس دول رواتبهم يعني بدءا من يعني 600 700 دولار ما يكافئ مثلا حوالي 10 11,000 جنيه مصري، ده الشغل الرواتب بتاعتهم. يا سلام بقى لو انت مثلا رايح تشتغل في شركه وجامع ما بين
الحاجتين دولت انت يعني تكنو فانكشن زي ما بيقولوا كده، يعني عباره تكنيكال وفانكشناليتي في نفس الوقت. انت فاهم الشغل التكنيكال بتاع الاي اكس، وفي نفس الوقت انت يعني بتؤدي شغلك كفانكشنال في مديول من المديولز اللي عندك. فانت جامع بين الحسنيين يعني دولت في الحاجه الحسنه ديت والحاجه الحسنه دي هنا في مجال العمل مع الاي اكس وكده. فبالتالي دي ميزه عندك كبوزيشن وكراتب كمان هتبقى جميله جدا. تمام. فيعني لما تبدا تاخد قرار انك تشفت ان شاء الله الكارير بتاعك للاي اكس، خلي يبقى عينك دايما على الاثنين دول، تبقى فانكشنال في مديول من الموديولز اللي موجوده على البرنامج، وتبقى تكنيكال. وفي بعض الفكره بتاعت الفانكشنال ديت برضه عشان تبقى واخد بالك، لما تيجي مثلا حد يتخصص في المديول بتاع الفاينانس فهو اكيد عايز باك جراوند للفكره المحاسبيه، يبقى فاهم يعني ايه شغل المحاسبه والكلام دوت. ففي بعض المديولز الاخرى زي الانفنتوري مثلا وغيرها وكده مش محتاج اي دراسه اكاديميه مسبقه، وبالتالي انت ممكن تاخد موديول من المديولز ديت وتبدا تتخصص فيه مع تخصصك في التكنيكال مديول او سيستم ادمنستريتور مديول يعني. فهتبقى انت كده فعلا جمعت الميزتين مع بعض. تمام. فده كده التقسيمه بتاعه الناس اللي شغاله عندي في الاكس. عندي الاكس شكله في النهايه ده كده سكرين شوت من المديولز بتاعته بصوره مجمعه كده. فالناس بتوع التكنيكال هيبقوا واخدين المديول الاخير دوت اللي هو سيستم ادمنستريتور والهوم. تمام. وبالاضافه الى بعض السيتنج المتعلقه بالمديولز مع اليوزرز. اما الناس الاخرى فمثلا الناس اللي هي شغاله هتبقى شغاله على الفاينانس موديول، في ناس شغاله على البرودكت موديول برودكت مانجمنت، في ناس هتبقى زي ما قلت لك كده مش محتاجه ان هي يكون عندها اي باك جراوند، فتشتغل على مديول زي الانفنتوري مثلا. تمام. اللي هي الحاجات الانفنتوري مانجمنت ديت او كل ما يتعلق بالتريد واللوجيستيك وكده. فدي الفكره اللي بقول لك عليها، ان شاء الله لما تبدا تاخد قرارك وتشفت مع الاي ار بي سيستم تبقى مختار موديول من الموديولز ديت الظريفه ديت. تمام. الناس التكنيكال هتبقى في الغالب التاسكات بتاعتهم متعلقه بالتوبكس اللي انا كاتبها لك ديت، لازم اوير بالدنيا بتاعت البرنامج نفسه كمتطلبات هاردوير ريكويرمنت الامبلمنتيشن بتاعته، يبقى فاهم الامبلمنتيشن ميثودولوجي السيناريوز اللي ممكن يتعرض ليها هو بيسطب البرنامج. هل يا ترى بيبقى في عنده هو جهاز واحد كوان نود يعني، ولا في اكتر من جهاز، كونكتيفيتي او كونكشن ما بين السيرفر الداتابيز والاي اكس سيرفر وبقيه الفروع اللي عندك وبقيه البوينت اوف سيل. دراسه السيناريوز المختلفه في الامبلمنتيشن بتاعتك لازم تبقى انت اوير بيها كويس جدا. تمام. تبقى الدنيا بتاعه السبورت مع اليوزرز الاند يوزرز تبقى انت برضو اوير بيها. تمام. علشان تقدر تشتغل الرول ديت او تبقى يعني ملم بهذه الرول وتاخد هذا البوزيشن، لازم تبقى عشان تعرف تعمل امبلمنتيشن بتاع البرنامج يعني، لازم تبقى ملم بالاكتيف دايركتوري فاندمنتالز. فاهم يعني ايه يوزر يعني ايه؟ لان هو الاي اكس طبعا ما بيشتغلش الا في الانفايرمنت بتاعت الاي اكس بتاعت الاكتيف دايركتوري، ما بيشتغلش بيزد على ورك جروب، هو بيزد اون اكتيف دايركتوري سوليوشن. تمام. فعشان تبقى انت راجل تكنيكال سبورت فيه او تبقى ادمنستريتور يعني شاطر، فانت لازم تبقى اوير كويس جدا بالاكتيف دايركتوري فاندمنتالز وبيزكس بتاعته كلها. فلو انت حد لسه يا دوب هيدخل مجال اي تي جديد وعينه على ان هو يدخل مجال اي ار بي سيستم على طول، وده هيبقى انسان ناجح جدا اللي هياخد هذا القرار، وهيبقى تلاشى اخطاء ناس كتيره وقعت فيها من الناس اللي قبله. ودي نصيحه بقولها حتى للطلبه دلوقتي بتوع كليات حاسبات ومعلومات وغيرهم بيدرسوا في المعاهد الانفورميشن سيستمز وكده، خلي عينك على الاي ار بي سيستم من دلوقتي، وما تغلطش غلطه غيرك في انك تكتفي بالشغل بتاع النتورك بس. عشان بقى في منهم كتير يعني، بقى الدنيا بقت مرطرطه قوي من الناس بتوع الاس اي والسيسكو سي سي ان اي وسي سي ام بي حتى. تمام. بقت الدنيا مرطرطه قوي قوي وكترت، وبالتالي الدنيا طبقا لمبدا العرض والطلب، طالما في منك كتير هيبقى مرتبك قليل وهيبقى وضعك ضعيف في الشركه، وهيقدر صاحب الشركه يفرض عليك اراءه ويمشيك وقت ما هو عاوز
ويجيب غيرك 1000 بمرتباتك ممكن تكون اقل منك وهكذا، والمنافسه هتبقى شديده جدا. وانت هتلاقي الركب بتاع التكنولوجيا الجديده اللي نازله مرهقه جدا في متابعتها ومذاكرتها، لكن وانس انك دخلت في الار بي سيستم هو برنامج ثابت وانت خلاص عرفت السايكلز بتاعته وهضمتها، وهتبقى ليك اليد العليا والكعب العالي في الشركه. يعني معظم الشركات اصحاب الشركات بيبصوا الناس الار بي سيستم ان هم دول الكعب العالي في قسم الاي تي، هم دول اللي كلامهم مصدق، هم دول اللي يبقوا يتعينوا اي تي مانجرز، وهم دول اللي يبقوا ارائهم هي اللي ليها الاولويه في التنفيذ. ليه؟ لان هو شايف ان بتاع الار بي سيستم دوت بيقدم له ريبورت يقول له والله انت النهارده عندك في البنك الرصيد بتاعك بقى كذا، وبعت بقد كده وخسرت كده، بقى في النهايه انت معاك في جيبك فلوس قد كده. هو بقى عايز حد يطمنه كل شويه على فلوسه. لكن انت كحد بتاع، لو انت شغال في مجال التكنيكال سبورت بس بمايكروسوفت او سيسكو، هو انت بتعرفش تعمل الكلام دوت، ما بتعرفش تقول له انت معاك كام فلوس كام. اللي بيعرف يعمل الكلام ده هو بتاع الاي ار بي سيستم. عشان كده انا بقولها وبكررها تاني نصيحه للناس بتوع الطلبه بتوع حاسبات ومعلومات، خد قرارك صح وانت داخل مجال الاي تي، وعينك دايما على الاي ار بي سيستم، وابعد عن الهيدك المتعب اللي ناس كتيره دلوقتي ندمانه ان هي شايلاه من اللي دخلوا مجال الاي تي كتكنيكال وبس، يعني بتوع مايكروسوفت وسيسكو دينا رتراتت. وانت لو حد اللي بيسمعني دلوقتي، لو حد يعني للاسف يعني اصبح موجود في عنق الزجاجه ديت اللي هو شغال بالناس بتوع مايكروسوفت وسيسكو، وشايف المرتب بتاعك اقل مما كنت توقعه، والضغط عليك جامد والهيدك عليك جامد، مش قادر تواكب الركب بتاع التكنولوجيا اللي عماله تنزل في المجال بتاع مايكروسوفت وسيسكو كل شويه، اديشن جديده من الويندوز سيرفرز واديشن جديده من التكنولوجيا، فخد بسرعه القرار وشفت على الاي ار بي سيستم. تمام. ويا حبذا الاي اكس، انا بقول لك كده كنصيحه بس، وانت طبعا صاحب القرار تختار الساب، تختار الاي اكس، تختار الاوريكل اللي يعني نفسيتك ترتاح له وتوافق معاه. انا بقول لك من باب التجربه الشخصيه انا مريت بيها مع الاي اكس قد ايه هو يعني مربح ومريح، وفي نفس الوقت البوزيشن بتاعه يعني له اليد العليا في كثير من الشركات وكده. فخد قرار قبل ما الدنيا تبقى ايه تتعب عليك اكتر من كده. نرجع تاني بقى للناس اللي عايزه تدخل تاخد القرار ده صح، فانت لازم تبقى حد اوير بالاكتيف دايركتوري، ولو انت مش اوير بيه فانت ممكن في خلال الكورس اللي ان شاء الله هنعمله كده يعني مع المجموعات اللي شغاله معايا دلوقتي والمجموعات القادمه ان شاء الله، بعمل الكورس بتاعي كده زي ما قلت لك كده للناس اللي حتى هتبدا معايا فروم سكراتش. بعمل مثلا يعني كاستمايز كده ام سي اس اي بسيطه كده للموست امبورتنت توبكس اللي فيها اللي انا احتاجها في شغل بتاع الاكزابتا بتاع الاي اكس، انا اسف. دول مثلا في خلال 20 ساعه نقدر نلم التوبكس ديت، وبعد كده ندخل مباشره لازم اوير بالسيكوال سيرفر داتابيز ادمنستريشن سكيلز وكده تبقى معانا لازم، ودي برضو ويذن 20 ساعه بنكون خلصنا وكفرنا التوبك دوت. بعد كده ناخد الكورس نفسه بتاع الامبلمنتيشن بتاع الاكس اللي هو في رينج 3 ايام زي ما شفت قالت اللي هم 24 ساعه، يعني تقريبا حوالي 60 ساعه و 65 ساعه بتلاقي نفسك اصبحت ملم وجاهز بانك تتقدم للشغل بتاع الاي اكس. طيب هو رواتب الناس بتوع الاي اكس التكنيكال دول بس، لو انا حد ما عنديش خبره زيرو ل 1 يير خبره في المجال، يا دوب خدت كورس مثلا واشتغلت، بنستارت مثلا بنتكلم في ستارت مثلا 5-6، في حين ان الناس بتوع التكنيكال سبورت يعني وذن 2-2.5 ستارت سالري 3 بالكتير، لما تلاقي شركه بتحترم ادميه البني ادم وتقول لك ده ما عندوش خبره في اي حاجه فهديله مثلا 3 مراعاة لغلاء الاسعار 3000 جنيه مصري يعني بتكلم دلوقتي، فتقريبا الضعف في الرواتب، وقس بقى على ذلك الترقي في المرتبات كل مدى كل ما عنده خبره. فعشان كده بقول لك هو من انجح القرارات انك تاخدها انك تبعد عن مجال التكنيكال كبيور تكنيكال فقط، وتبدا تاخد الباص بتاع الاي ار بي سيستم. فدي الحاجات اللي لازم تبقى وير بيها علشان تبقى عندك ان شاء الله قدره على الارتباط بهذا المجال اللي هو مجال الاي ار بي سيستم سبيشالي مع اكس 2012. ده الكورس بتاعنا برقمه الرقم الامتحان بتاع مايكروسوفت الخاص بالكورس. طبعا الامتحان دوت فعليا وقف زي ما قلت لك عشان مايكروسوفت بتزق الناس على ان هي تدخل على الديناميك، لكن التوبكس اللي بتاخدها بتتعلمها في الكورس ستيل زي ما هي، الصفحه موجوده ما زالت على مايكروسوفت
والتوبك زيت تفهمها هي هتفيدك جدا حتى لما تيجي تشفت على الديناميك ده. بعد كده التوبكس بتاعه الكورس الثاني اللي احنا هناخده بعد ما نخلص اللي هم ال 64 ساعه دول ان شاء الله بتوع الاي اكس، هناخد بعد كده ان شاء الله التوبكس او المديول بتاع الانفنتوري، ودي التوبكس بتاعته برده في خلال 24 ساعه برده بنخلص الكورس الثاني ده ان شاء الله اللي هو بتاع الانفنتوري. كده انت اصبحت مؤهل ان شاء الله انك انت تشغل بوزيشن اسمه تكنو فانكشنال في مجال الاي اكس بعد ما تخلص الحتتين دول بمديول الانفنتوري. تمام، ارجوك اخرج من المطبخ بتاع التكنيكال اللي هو كله هم وحمل ومحدش حاسس بيك ولا حد هيحس انت قد ايه تعبان. انا دايما بضرب المثال ده للناس اللي شغالين في مجال التكنيكال، بقول له لو انت شغال في مجال التكنيكال كمايكروسوفت وسيسكو فانت حامل هم الضغط كله زي الراجل اللي شغال في المطبخ ده كده بيغسل الصحون وهو اللي بيعمل الاكل و وفي الاخر يجي واحد كده زي الويتر اللي هو ده بقى المقابل للناس بتوع الار بي سيستم بيشتغلوا على الانفراستراكشر اللي انت تعبان في وضعها وتنشئتها وتوصيلها. هم في النهايه بيقوم جاي مسطبين الاكس بتاعهم والاي ار بي سيستم بتاعتهم ويطلعوا بقى التقرير الحلو كده لصاحب الشركه. تمام، زي بالظبط الويتر اللي بيروح يقدم الاكل في النهايه للزبون اللي في المطعم، فالنهاية الزبون دوت او العميل دوت بعد ما يستطعم الاكل اللي تعب في انشائه الراجل اللي في المطبخ ده اللي بيغسل الصحون و بيروح في النهاية العميل يكرم ويدي فلوس كتيبس بقى وكان كان ايه هي نوع يعني كنوع من التقدير للويتر اللي هو كان كل دوره ان هو بس قدم المنتج النهائي بشكل شيك وكده ومحدش حاسس خالص بالراجل اللي في المطبخ. هو ده بالظبط وضعنا ما بين الناس بتوع الار بي سيستم والناس بتوع التكنيكال سبورت سواء بقى زي ما قلت كده مايكروسوفت او سيسكو، هم مطحونين وطالع عينيهم ومحدش حاسس بيهم خالص ولا حد هيقول لهم احنا هنزود لكم مرتبات ولا اي حاجه، في حين الناس بتوع الاي ار بي سيستم هم اللي واخدين البوزيشن الاعلى كاي تي مانجرز وكمرتبات و فعشان كده بقول لك نصيحه خد القرار وما تاخرش اكتر من كده وشفت على الاي اكس قبل فوات الاوان كنوع من انواع الاي ار بي سيستمز يعني. تمام، ان شاء الله في الكورس بتاعنا هنلم بالتوبكس ديت عشان نبقى فاهمين كل ما يتعلق بالبوزيشن بتاع التكنو فانكشن، نبقى فاهمين هو محتاج مننا ايه او ايه اللي احنا نفهمه. تمام، دي بقيه التوبكس بتاعتنا اللي احنا ان شاء الله نفهمها في الكورس بتاعنا. تمام، في النهايه اتمنى ان انا اكون وضحت الصوره بشكل جيد عشان نفهم ايه هو الاي ار بي سيستم وايه هي يعني الميزات بتاعه الدخول فيه. واتمنى لو في اي تساؤل في اي حاجه اكون سعيد بتواصلكم على الكونتاكتس بتاعتي ديت سواء على صفحه الفيس او على الموبايل والواتس. شكرا ليكم واتمنى لكم جميعا التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.